يعني احنا مكملين بالقسم الاخير ومبسوطين انه معنا نسرين عبد. رح نتعرف على ابداعات تزيين الكيك والشيف. خلص هوك يعني ما شاء الله عليك، كفيت ووفيت قاعد مرتاح. وراح نشوف نسرين وابداعاتها. يسعد صباحك نسرين، كيف حالك؟ تمام، كيفك انت؟ انا منيحه ومبسوطه انه اليوم راح اتعرف شوي على عالم جديد بموضوع تزيين الكيك. شو راح نعمل؟ مزبوط. حابه اول شيء اسلم على المتابعين. اليوم كيكتنا ما فيها عجينه سكر، احنا بالعاده بنجيب عجينه سكر ونشتغل فيها. حلو. حبيت اليوم اعمل شغله هيك ما يكون فيها عجينه، فيها بس شوكولاته. أوكي. لانه كثير سهل ستات البيوت يجيبوا شوكولاته ويطبقوا الشيء اللي راح نعمله اليوم. الفكره رح نحكي عن ورق الشجر. حلو. كيف عملناه؟ انا هلا حاطه شوكولاته عشان ادوبها على حمام على البخار. بس بدنا شوكولاته اللون اللي بدنا اياه، سواء شوكولاته غامقه او شوكولاته مع حليب او شوكولاته بيضاء اللي بدنا اياه. وبدنا ورق شجر، ورق الشجر اللي موجود عنا، الشكل اللي احنا بدنا اياه والحجم اللي احنا بدنا اياه حسب حجم الكيكه، حسب التفاصيل اللي بدنا اياها بالنهايه. طيب. نحتاج شوكولاته مدوبه، شوكولاته وورق شجر، بس عشان نوضح. بالضبط. بس بدي احركها شوي لانه لازم نشتغل فيها. بدها التزيين؟ لا، ما له طولة بال بالماء. شفت الغاز شغال. بدها طولة بال، بقول لك كثير طولة بال. بس الغاز شغال، اني مش حاسه المي عم تغلي. شغال. شفت اختصاصك. بلاش ادمر الدنيا. ساعدك انا هون. اوكي خلص. هلا في عندنا خيارين، يا اما ممكن ندوبها على البخار الشوكولاته او بالمايكرويف، بس نكون منتبهين انه اذا استخدمنا المايكرويف بنسخنها لمده 30 ثانيه بس، بعدين بنرجع بنحركها. يعني مش متواصل اذا ما دابت. لانه الشوكولاته شيء حساس وممكن ينحرق. فلازم ندير بالنا من هاي الناحيه، او اذا على البخار نتاكد انه بخار المي ما يفوت على الشوكولاته لانه ممكن تفصل معنا. تمام. احنا عم ندوبها. بدي احكي لكم شوي عن ورق الشجر اللي رح نستخدمه. ممكن زي ما حكيت لكم اي ورق شجر انتم حابينها، او حتى انا امبارح دانا جربت على اوراق النعنع ضبطت معي، بس ورقه النعنع شويه يعني شو بدي اقول لك، طريه فشوي ممكن تغلب. ورق اللي انا جايبته اليوم كميل. شويه شادد فبكون اسهل بالشغل. اللي بدنا نعمله انه بدنا نحط الشوكولاته على الجهه الخلفيه. يعني احنا في عندنا ورقه الشجر تكون جهه ملسه، والجهه الثانيه اللي من الخلف بيكون عليها العروق بارزه. تمام. انا بدي استخدم هاي الجهة مشان احط عليها الشوكولاته مشان يعطيني الشكل اللي بدي اياه. اول شغله قبل ما تدوب الشوكولاته بدي اخذ زيت نباتي. اوكي. واخذ ريشه. هاي الخطوه انا بعملها بس عشان زياده الاحتياط، مشان اكون مطمنه انه الشوكولاته ما راح تلزق. راح اخذ الريشه واعمل احط زيت. تمام. نباتي على الجهه الخلفيه اللي احنا راح نلزق عليها الشوكولاته. هي ما بتلزق، بس عشان نكون مرتاحين اذا اول مره بنعملها ممكن نكون قلقانين او تضلها الشوكولاته ملزقه اذا كان فيها الورقه من ورا زي وبر. اوكي. حطينا هلا زيت على الورق. حطينا الزيت عشان نمنع التصاق اوكي الشوكولاته. حكيتي لنا لازم الورق الشجر يكون من نوع الخميل. مش شرط اي شكل ورقه بدنا اياه. على حسب يكون هيك يكون يعني مش اي نوع جامد. شوي شوف هاي جاهزه شكلتها. يسلم. وشكرا شوف. اوكي هلا شكرا شوف. عفوا. رح اخذ ورقه الشجر اللي عندي اللي حطيت عليها الزيت، واخذ ريشه ثانيه احط عليها جزء من الشوكولاته وأدهن الشوكولاتة. أوف. على الورقة. هلأ الطبقة، طبقة الشوكولاتة رح أحط طبقتين منها عشان أتأكد أنه ما لما أشيل الشوكولاتة ما تفتح معي. بوزعها منيح، بستنى أول طبقة تنشف بعدين بحط الطبقة الثانية. حلو. لازم اجيب شو بتحتاجي قولي لي، فاينه صغيره واحط عليها مشان اذا بده ينزل شيء تحت. ورح نعمل كمان زي حبه ال هون الصنوبر. الصنوبر حلو، حبيت هاي الفكره. اوكي نعيد مره ثانيه. نفس الشيء، باخذ كميه من الشوكولاته بالريشه، ممكن بالمعلقه. بس انه الريشه هيك بتحسي حالك متحكمه اكثر. طبعا
وبتنشف مباشره ولا بدها وقت؟ بدها وقت ممكن شوي. اذا حابين نسرع بعمليه الشوكولاته انها تجمد بسرعه بنحطها بالثلاجه. اوكي اوكي. هلا انا عامله مجموعه، حابه اورجيكم كيف بعد ما تنشف، بعد ما نحط الطبقتين هي الورقه، انا حاطه الشوكولاته بس بشيلها بهاي الطريقه. أه. بطلع معي ورقه الشجر وبكون عليها العروق تبعت الورقه. أوكي. كمان وحده حبيتك. ما احلاهم. وكل ما اخترنا ورقه يكون عليها عروق اكثر كل ما بين الشكل النهائي اروع. كيفك انت والحلويات شيف؟ بحب اكل كثير حلو. بتحب الحلويات؟ بس بحبش اشتغله لانه شيف جرام واحد بخربط لك كل الدنيا. فلا تمام. هلا ممكن هون شويه الشوكولاته نشفت. نشفنا هيك عادي صح؟ نشاف ما بده ثلاجه او فريزر. ممكن احنا حكينا اذا بدنا نسرع بالعمليه بنحطه بالثلاجه. ممكن بس مش شرط. مش شرط، اذا كانت الدنيا برد بنلاقي بسرعه الشوكولاته جمدت. تمام. يلا عشان نبدا بزينة الكيك. اوكي ونشوف تمام. الباين كون كمان حبه السنوبر كيف راح هيك نعملها. حطينا طبقتين، لازم نستنى فتره كويسه عشان ينشف وممكن تمام. نحطها بالثلاجه بعد ما نحط الطبقه الثانيه. حلو. وبعدين بنبلش زيت الشوكولاته مذوبه. بعدين بنبلش نحط الاشكال اللي بدنا اياها. طبعا انا عامله الصنوبر كمان من الكيك بوبس. في وقت نعمله على السريع ولا كيف شو سلمى؟ اوكي خلينا نعمل على السريع. اوكي انا عندي بقايا كيك، اي بقايا كيك عندكم اياها بنفتفتها بنحط عليها قشطه او كريمه سائله بنعجنها منيح بيطلع معنا عجينه. انا شويه خليتها نوعا ما مرقه، يعني مش مرقه سوري، بس انها تكون سوفت، يعني بالعاده الكيك بوبس بنعمله بيكون شويه ماسك حاله. انا خليتها شوي طريه عشان اقدر ادخل فيها حبات اللوز اللي رح نعملها. عملتها زي طابه بعدين شكلتها من جهه ارفع من جهه زي شكل حبه الفراوله تقريبا. أوكي. رح نحطها على صحن او اي مكان عشان نقدر نشكل الشكل. هون عندي لوز شرايح او ممكن نجيب لوز عادي نصاص. الفكره انه بدي احط حبات اللوز اغز الحب كل حبه جنب الثانيه، ببلش من الجزء اللي تحت بطلع للجزء اللي فوق. اذا اشي تكسر معانا نجيب بسرعه واحده ثانيه. بس انا حبيت الفكره، يعني الفكره كثير حلوه. لا الورق انا طول عمري بعرف بحكي كيف بيعملوه، والورق عن جد حلو، تعلمنا شيء جديد 100% وسهل والشكل بالاخر بيطلع كثير حلو. صح. يعني انا بحب دائما انت عم بتجيبي اشياء من جوا البيت. بالضبط، اي حدا ممكن يعملها. ومش شرط كيكه سكر ولا كيكه قناج. انا هون كيكه قناج، ممكن كيكه شوكولاته بس حلو. عليها مثلا شوكليت سيرب. صح. وبحط اوراق الشجر عليها بكل بساطه مع حبات فراوله مع بيريز زي ما احنا اليوم عاملين زي ما احنا بدنا. بنكمل الشكل كامل لفوق، بعدين اخر شغله بجيب ريشه شويه شوكولاته وبلون اطراف اللوز بالشوكولاته عشان اعطي هيك لون بني وشكل لطيف لحبه السنوبر. انا فكرتها جد سنوبر عن جد. لما فهمت القصه شوفوا ما احلاها. هيك الشكل النهائي اللي بيطلع معنا. تمام. الله. طبعا انا اخترت اني احط البيريز، ممكن هيك هلا نحط هاي نكمل. لسه في معك تقريبا 3 دقائق للتزيين. تمام. طبعا بنثبت الاشكال اللي عملناها بالشوكولاته. تمام. بنحط شوية شوكولاتة وبنحطها بالمكان اللي بدنا اياه. ممكن نجيب كمان
بعدين هذا السيم او شكل الكيك لابق للفصل بالضبط. خريف والشتاء وال... يعني مناسب كمان لموسم الاعياد بالضبط. طيب سريعا بدنا نصبح على عائشة ضمرة محمد وسام. شايف حكينا بدنا نعطي وصفة سريعة بالأرتيشوكي بالضبط صح؟ تفضل. عندك ايش ممكن نعطي؟ عندي ايش ممكن نعطي يعني بالأرتيشوكي في ناس بيعملوه بالصينية مع كريمة بالضبط. انا بدي اشوف اشي سهل كمان. في ناس بالسلطة ما نعقدهم. ممكن احنا نستخدمه مع سلطه عشان ما نعطيه وصفة كثير معقده. سلطه هلا في هو ما اظن هلا موسمه فريش موجود او ممكن ناخده معلب ممكن يكون فروزن. اوكي ممكن نعمل شوربه تقلى مع شويه بصل شويه زبده وتوم وبنحط معه شبت وعصير ليمون. نعم بنضيف لهم مرق دجاج بنخليهم يغلوا تقريبا بده 45 من 30 ل 45 دقيقه حسب اذا كان فريش او فروزن او معلب. بس نخلص بنضيف له شويه كريم الطبخ بنضربه مع الكريمه زاكي بالضبط نعمله بالهاند بلندر عشان يعطينا القوام. في ناس بيدخلوه كمان بوصفات باستا بالضبط بزبط لاكثر من شغله. بتقدر تعمليه بمعامله المشروم مثلا في كيف تستخدميه زي كمان تستخدمي مشروم بسلطه بباستا باكثر من شغله. رئيس ابو سعود شكرا لك حبيبتي. محمد وسام وكمان ديانا درويش شكرا يا ملاك كمان لمشاركتك. في شغله اخيره اذا في وقت فضل. ممكن احكيها هيك احنا صارت جاهزه. بس في شغله اذا ملاحظين انه ورق الشجر اللي عندي عم يلمع بعد ما اخلص واشيل ورقه الشجر الحقيقيه من على الشوكولاته باخذ الريشه شويه زيت على الورقة إذا بتشوفوا هلأ هيك طافية بعد ما أحط الزيت عليها بعد ما تنشف نرجع نحط طبقة زيت تعطيها اللمعة تعطي اللمعة إذا حابين ناخد لمعة على الورقة. أوكي هيك يعني وضحت حتى معالمها بالضبط تحددت العروق اللي عليها. تمام شكراً نسرين. العفو. كيك رائع وطبعاً يعني الشكر موصول إليك شيف محمد على هالسفرة كمان المميزة.